مساء الخير على كل مشاهدينا الكرام في مهارات عظيمة، وتحية لحضراتكم لكل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان. أهلا بيكم وحلقة جديدة من مهارات عظيمة. النهاردة هنعمل مهارات جديدة لكن بناء على طلب حضراتكم. احنا جمعنا كل الوصفات اللي طلبت مننا عشان نقدمها النهاردة في حلقة إن شاء الله تنول إعجاب حضراتكم. حاجات بسيطة وحاجات حادقة أو سريعة للناس اللي بتحب تاكل على الفطار حاجات بسيطة في الكيكس سواء حادق أو حلو، وكمان لأطفالنا أو ممكن بالليل يعني فترة بعد الظهر بعد الساعة 5 لو حابين مع الشاي مع النسكافيه تشربوا أو تاكلوا حاجة من الحاجات اللطيفة دي. تعالوا كده نقول أول وصفة، هبدأ بوصفة حادقة وبعدين هنعمل كذا صنف أو كذا وصفة من الكيكس الحلو. تعالوا الأول نقول إن الكيك الحادق اللي أنا هستخدمه النهاردة عندي فيه شوية حاجات لطيفة هحطها مكونات بسيطة. الكيك ده بيحفظ في التلاجة ونقطع منه، المهم إنه ما يبقاش فترات طويلة وما يتسابش بره، لأن أنا الحقيقة الكيك ده أنا هضيف فيه لحمة مفرومة أو بواقي لحمة مفرومة كانت عندي للعصاج يعني. طيب عندي للكيك الحادق كوباية دقيق، نص كوباية من دقيق الشوفان، أربع بيضات، عندي نص كوباية من زيت الزيتون، كوباية من اللبن الرايب أو الزبادي، وعندي كمان جبنة قريش، عندي زعتر، سمسم حسب الرغبة، فلفل أخضر مفروم، جبنة رومي حسب الرغبة. كل دي حاجات حضراتكم لو حابينها، بس احنا نشيل الجبنة رومي ان احنا مش هنحطها. عندنا زيتون متقطع، عندنا معلقة سكر، معلقة ملح، ومعلقة كبيرة بيكنج باودر. طبعا في معلقة زعتر بسمسم، ممكن يبقى الزعتر ميكس بسمسم، زعتر سوري، او ممكن حضراتكم تستخدموا الزعتر الطبيعي بتاعنا. طبعا واحنا شغالين كده هنتكلم مع بعض. طبعا البيض مهم ومادة يعني من الحاجات المهمة، هو بروتين عالي جدا، في بي 12، في بي 5، يعني بيحافظ على صحة الجلد وعلى الشعر وبيحسن من البشرة وبيقوي الأظافر. كل ما هو بروتين بداعم جدا لصحة الدماغ، بيحمي الخلايا العصبية وبيحسن الرؤية، بينظم ضغط الدم، وده بنستخدمه كتير. وخلوا بالكم البيض ده طبعا مليء بالكالسيوم والفسفور، مهم جدا للعظم جدا جدا. عشان كده احنا دايما نقول ايه، لازم لما نيجي نعمل دايت او حاجه ناخد سلطه ال 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 البروتين اللي احنا هنستخدمه كبديل، ممكن تبقى بيضه مسلوقه مع مع الخضروات او الحاجات اللي احنا هنستخدمها. بصوا انا هشوح كده تشويحه بسيطه لشويه لحم عندي بالفلفل الالوان. عايزين نقول الكيك ده يتحفظ في الثلاجه لحد ما يخلص، هو احنا هنعمل قالب واحد بس، وارد جدا ان احنا نعمل، وممكن نعملها بعجينة الفطاير يعني إذا حضراتكم ما بتفضلوش الكيك قوي. أنا عاملة الكيك الحادق اللي طلبوا مني، لكن إذا حضراتكم بتفضلوا عجينة الفطاير ممكن نستخدم عجينة العشر دقايق، ممكن نستخدم عجينة السفيحة، ممكن نستخدم عجينة البيتزا، ممكن نعمل أي حاجة وتبقى معجنات ومحشية. لكن أنا النهاردة بقدم الكيك الحادق بس بشكل مختلف بعيدا عن الرومي والشيدر والحاجات دي. في كل الأحوال احنا هنحافظ عليه في التلاجة. طيب تعالوا بس نشوح تشويح، حط رشة ملح بسيطة وفلفل، ممكن نعمله أجبان بس اللي مش عايز لحوم، ممكن يتعمل بالمشروم، ممكن يعني أفكار كتير. هاخد رشة من الزعتر ونقلب، ممكن تضيفوا ريحان، ممكن تضيفوا روزماري، يعني دي كلها حاجات جميلة. استخدموا انواع دي اللي حضراتكم عاوزينها، ممكن تعملوها صحيه كلها بدي الشوفان ودي القمح، تستخدموا حليب خالي الدسم او حليب الصويا، ممكن تبقى الدنيا اجمل بكتير. وما نستخدمش بقى حشوات فيها لحوم خالص. عايزه اقول ان دي الشوفان من الحاجات الجميله اللي بيدي احساس بالشبع وبيحافظ على مستوى السكر في الدم وبيعزز صحه القلب لانه مليان بالالياف الحقيقه، وفي فيتامين بي بيدي الجسم طاقه حلوه جدا. يعني احنا ايه مهم ندخله في بعض حتى ولو بنسبه بسيطه لو احنا مش حابينه قوي. في ناس ما بتحبه جدا تستخدمه في حياتها واحنا لا. بصوا شوحت كده بزيت الزيتون، الريحه روعه، حطينا زعتر، حطينا ملح وفلفل ونكهات كده بسيطه. انا بفكر هنا اشوح معاهم كمان الفلفل الاخضر عشان يدي طعم حلو جوه الخليط. اهو الفرن هيشتغل على حراره 180 على الشبكه في النص. ممكن نعمل في قالب الانجليش كيك، الحاجات دي بتتقطع الصبح بتتاخد كده حاجه حادقه ناس تاكلها بتبقى لطيفه ككيك او كمعجنات او فطاير زي ما تحبوا. طبعا
انا النهارده عملتها بناء على طلب اصدقائنا، لانه اتطلبت كتير وبيقولوا ان الانواع فيها محدده، دايما تبقى جبنه رومي، جبنه شيدر، جبنه. فالنهارده قررت اعملها بجبنه البيضه كمان. بصوا هعمل كده خليط، بسم الله الرحمن الرحيم. هاخد كده الجبنه القريش والبيض. عايزه اقول لكم جبنه القريش دي جميله، ويا سلام لو حضراتكم عملتوها في البيت. احنا عملناها في البيت على فكره في رمضان. اولا هي غنيه جدا بفيتامين هي، وبتبني العضلات، فيها نسبه كالسيوم حلوه عشان العظم والاسنان، فيها نسبه بروتين حلوه، والدهون فيها قليله، يعني بروتين عالي ودهون قليله، وبتحافظ على الوزن او النزول في الوزن للناس اللي بتعمل دايت يفضل القريش، لان هي مفيده كمان للسيدات الحوامل، يعني مهمه جدا. بصوا ناخد كده، وهي كمان بتقاوم الانسولين، ومن الحاجات الجميله جدا الخفيفه. ويا سلام لو احنا عاملينها في البيت، فبنتحكم في نسبه الملح، لبن طبيعي، وبعدين اللبن نقدر نشيل منه القشره، فممكن ننزعها من الدسم شويه، لكن هي الحقيقه من الحاجات الجميله جدا. بصوا بقى هاخد اللبن. بصوا انا حطيت البيض، حطيت الجبنه القريش، بسم الله، هحط اللبن. ممكن يبقى بديل اللبن، ناس عندها حساسيه قلبان او بيض ما تستخدموش البيض، ونقدر نعمل نفس الوصفه دي، مفيش اي مشكله خالص. بس عارفين هنستغل البديل بايه؟ اي نوع من الخضروات اللي فيها سوائل، زي الكوسه ممكن تتسلق وتتبشر وناخدها كعامل مساعد او بيوري، زي ما بنعمل كده في الحلو لما نحط التفاح او الكمثرى او اي نوع من انواع الفاكهه البيوري كبديل للبيض. بتطلع ناجحه وطعمها جميل جدا الحقيقه، لان في ناس كتير عندهم حساسيه من البيض ومن الالبان. فنستخدم حليب صويا لو هي حادقه، ونستخدم حليب جوز هند لو هي وصفه حلو. تعالوا بقى كده اخد رشه الملح والفلفل، بسم الله الرحمن الرحيم، هوري حضراتكم عشان ده كيك حادق. ورشه كده من الفلفل والملح، ماشي، بسم الله. وبعدين هنا هحط نسبه الدقيق، بسم الله، تمام. هاخد هنا دقيق الشوفان اللي احنا قلنا هنطعم بيه، او دقيق القمح لو حضراتكم عايزين، او مش عايزين نسبه دقيق ابيض خالص، رشه من البيكنج باودر، رشه ملح بسيطه، حط رشه زعتر جوه الخليط هنا، اطعم بيها الدقيق نفسه. بصوا بسم الله، حطينا رشه الملح، شايفين الجمال اهو، وانا كده بجمع السوائل هناك. حطيت البيض، حطيت ملح وفلفل، حطيت الجبنه القريش، حطيت اللبن، وادي الزيت، زيت الزيتون. عايزين تحطوا زيت نباتي مفيش مشكله، اللي يناسب حضراتكم واللي متوفر. خليني اضرب الخليط ده، بسم الله الرحمن الرحيم. الخليط الحلو ده، بسم الله، وناخد الخليط السائل. بصوا بقى هنا انا شوحت لحد ما اتشربت كل الايه اللحم، ما بقاش فيه هنا سوائل خالص ولا زيت ولا حاجه، اهو شايفين اهي، تبقى لطيفه. لو عايزين تصفوها من خلال مصفى مفيش مشكله، دي برضو انا هضيفها للحشو، شوحته على النار. هنزل هنا بالخليط ده، بسم الله، اللي فيه الجبنه القريش اللي خلطناها مع اللبن مع البيض، شايفين حضراتكم اهو، خليط رائع، بسم الله. وخليني ايه ناخد وسك نضرب كده، بسم الله الرحمن الرحيم، على خفيف. كده من يعني خليط رائع. نقلب بقى تقليبه حلوه هنا. طبعا اي قالب كبير ممكن يبقى قالب بتاعنا اللي متعودين عليه اهو. هنزل بقى هنا، بصوا هجيب كده الاسباتيولا، انزل بس الخليط ده كده منها هنا، خلاص تمام امان. وبعدين هضيف اللي هنا، تعالوا بقى نضيف الخليط الحلو ده هنا، خلاص وهقلب
خليط الكيك الحادق ده. بسم الله كده، شايفين ازاي خلطت الجبنه مع اللبن مع البيض مع الملح والفلفل مع الزيت الزيتون، وادي خليط كيك يطلع رائع ان شاء الله. وممكن في الاخر هضيف كم واحده زيتون ورشه بسيطه من الزعتر، وكده تمام جدا. هجيب بقى القالب اللي احنا هنقدم فيه. بسم الله كام زيتونه كده خفيفه تدي طعم حلو قوي. بصوا بقى تعملوه كب كيك، تحطوه في القوالب الورق اللي هي الصغنونه دي مثلا، وتستخدموه في قوالب الكب كيك صغير، يبقى وحدات حادقه تتزين بالكريمه تشيز وتحطوا عليها شريط توميتو، يبقى رائع. الكيكس دي على فكره في المناسبات بتبقى حلوه جدا، يعني لو حضراتكم عندكم اطفال او عندكم اعياد ميلاد او مناسبات وقدمتوا الكبس من الصغيره كب كيكس من الصغير ده، في الخليط ده يعمل كميه حلوه ما شاء الله، تقدروا تستفيدوا منه جدا. خليني اجيب القالب. بسم الله بصوا انا عندي القالب اهو. بيبقى حلو قوي ان في حاجه حادقه تحل محل السليزونات والحاجات المكلفه شويه، بحيث انه بيبقى خليط اولا سهل في عمايله، ثانيا بيبقى صنف حادق وصنف حلو، ممكن تعملوا منه الحلو بيبقى جميل، ممكن نعمل منه يعني اصناف تبقى حلوه، ونعمل منه الحادق بيبقى عملي جدا في الحاجات اللي زي دي، او نعمله قالب كبير زي ده. هاخد كده رشه زيت زيتون. بسم الله واعمل بالفرشه القالب كله حتى الجزء اللي في النص ومن فوق، تقدروا طبعا تبطنوه بالدقيق زي ما انتوا عايزين. جميله جدا، ويطلع قالب جميل من الايه من الكيك الايه الحادق. الفرن زي ما اتفقنا سخن على حراره 180. بسم الله الكيك من الحاجات اللي ما ينفعش تستنى زي الفطاير او المعجنات، بمعنى انه ما ينفعش ننتظر عليه عشان فيه بيكنج باودر، خلاص لازم يدخل الفرن على طول، فما تسيبوش الكيك وتبقى في حاجات في الفرن وهتدخلوها بالتبعيه، لا اكون بعمله وبخلص فيه يكون طلع اللي جوه على وشك انه يطلع، اكون يا دوب بجهز القالب وادخله الفرن اهو. شايفين ازاي؟ طبعا اللي عايز يعمله منه وحدات صغيره زي ما اتفقنا هتبقى جميله جدا، بيبقى عملي في المناسبات، في حاجات بسيطه، حاجات نقنقه كده، سناكس لطيفه، كل ده بيبقى جميل. ننظف بس كده القالب من هنا، وبعدين ونبدأ ندخل بقى الفرن هنا على الشبكة في النص على حرارة، خليني أعمل كده عشان المروحة، حرارة 180 أهو. بسم الله أهو زي ما حضراتكم شايفينه كده، هسيبه حوالي 25 دقيقة ماكسيمم، يعني مش هيحتاج أكتر من كده. خلينا إيه يعني 25 دقيقة نتابع الفرن، بننزل كده الخلة السنان في النص بعد ال 20 دقيقة الأولانيين، أبدأ أحس إن هو تمام. طيب لو افترضت إن اللون أخدت لون قبل ما هو يستوي من جوه، غطوا وشها بورقة خبز اللي هي الورق الزبدة أو بورقة فويل علشان تمنع الإحمرار ولحد ما هي تكمل سواها. هنستسمح حضراتكم بقى، نطلع دلوقتي لاستراحة ونرجع بعد الاستراحة نستكمل وصفاتنا، مستنية حضراتكم. ورجعنا لحضراتكم مره تانية بعد الفاصل، اوري حضراتكم الكيك في الفرن بالراحه كده. طبعا هو عشان القوام تقيل فالدنيا جميله، ده الكيك الحادق بصوا جميل ازاي. تعالوا نبص هنا بقى في الفرن، بصوا بسم الله بالراحه افتح بالراحه، بصوا علي وبقى جميل ازاي. طبعا من الحاجات الجميله برده لطيف، يعني ايه تغيير، وحبيت اقدمه بشويه مكونات مختلفه عما حضراتكم متعودين دايما في الكيكس. طبعا نقدر نزينه بقى
بالكريمة تشيز من فوق مثلا، ونقدر ان احنا نحط عليه مثلا شيري توميتو، حاجات حلوه يعني يدي كده طعم جميل، وخصوصا هو حادق يعني. طيب هنبدا دلوقتي نعمل وصفه لطيفه جدا. الوصفه دي يعني مهمه جدا للاطفال في سن صغير جدا، خصوصا لما بيبداوا ياكلوا. هي كرات الطاقه. كرات الطاقه دي حاجه مهمه جدا لانه فيها نسبه تمر او بلح كويسه، والبلح دايما يقول لك ايه اللي عنده انيميا ياخد حديد ونحاس والياف ومنجنيز وفيتامين كي كمان غنيه بيه جدا، بتحافظ على عظام الاطفال من الهشاشه وبتديهم طاقه كويسه جدا، بتجدد الدم. عايزه اقول لكم الحاجات دي مهمه جدا للولاد، يعني نعملهم حاجه كويسه. ممكن نغلفها بيه حاجات زي كده، نعطس مثلا سواء لوز او فول سوداني او سمسم، حاجه تدعم، لان طبعا انتوا عارفين السمسم ده بيقولوا ايه مخزن كالسيوم. وممكن ندعمها بحاجه تانية بيحبوها الولاد، وهي الشوكولاته الخام. لو احنا غلفناها بيها ممكن نجرش الفول السوداني ونسيح الشوكولاته ونحطهم جوه وننزل فيها كرات الطاقه دي، وتبقى شكلها روعه وياكلوها يبقوا مبسوطين بيها جدا. خلينا نبعد عن الحاجات دي. طبعا الكاكاو الخام لما بنستخدمه، لما بيكون الشوكولاته دي دارك ونسبه الكاكاو فيها 70%، بتبقى فيها مضادات اكسده كويسه جدا، وبتحمي الاعصاب وبتقوي الدماغ وبتعدل المزاج، يعني ليها كمان فيها نسبه الياف كويسه جدا عشان الاوعيه الدمويه، بتعالج الجهاز الهضمي، ليها فوائد كتير. الكاكاو ده حاجه جميله، وكمان كنا نقول ايه لما نيجي نحب نشربه، وفي ناس بتحب تضيف له قليل من القرف او عود قرف، بيبقى رائع. فيعني ايه، بنبعد عن الحاجات اللي فيها نسبه سكر عاليه. حتى لو هاخد سكر طبيعي من التمر فهو افيد بكتير. طيب يعني ناس كتير قوي بتاخده، وكنا بندور عليه لما حد عنده انيميا نجيبه من بره مصر، اللي هو التمر او البلح الاسود يعني، لكن طالما هو موجود عندنا نستخدمه. تعالوا نقول بسم الله. هاخد كده بوله حبيبتي يا شيم، هناخد كده بوله، تعالوا ننزل مقاديرنا. عندي انا بفضل البلح اخده انا افصصه واقطعه، هما هنا الحقيقه حبوا عشان انا يعني طبعا عندي مشكله كده في ايدي اليمين شويه، فهم حبايبي حبوا يعني يريحوني فقطعوه ليا وفرموه لي، واشكرهم طبعا. ربع كيلو من العجوه، هي المفروض تبقى ربع من التمر، يعني كيلو بلح من التمر، في منه بيستخدم السكري او انتوا عايزين اي نوع انتوا حضراتكم بتفضلوه مفيش مشكله. عندي كوبايه من السمسم لان انا ممكن ادحرجه في السمسم. عندي نص كوبايه من جوز الهند المبشور. عندي فول سوداني محمص. عندي عين جمل. عندي حبهان مطحون. بصوا انتوا النطس دي ترجع لحضراتكم زي ما انتوا عايزين، على حسب ما انتوا تحبوا. طبعا عندي كاكاو الخام اهو، جميل جدا. عارفين لما باجي اعمل الشوريك او اعمل مثلا حاجات فيها بالتمر زي القرص والحاجات دي، ولما باجي اعمل بسكوتات خاصه بالعيد او وصفات مثلا، بحب ادعم قوي مع الحشو العجوه احط معلقه من الكاكاو الخام. اولا بتدي لون حلو وطعم حلو، وطبعا مع رشه قرفه او حبهان بتبقى جميله جدا جدا حقيقه يعني. وزي ما اتفقنا سمنه او الحاجات دي مثل اضافه المخبوزات بتبقى دايما على البارد ومعلقه بسيطه، عشان لما بتبقى على الساخن بتنشف، ولما بنيجي نحطها جوه المخبوزات ونخبزها مره تانية في الفرن تعرض لحراره بتنشف. معلش اسمحوا لي بس اتابع هنا، انا عايزه اشيل الشوايه. نبص كده على الكيك مره تانية، بصوا بقى تمام اهو. انا ممكن في المرحله دي زي ما قلت لحضراتكم هاخد كده قطعه من الفويل واحطها على وش الكيك. انا خلاص فصلت عشان كنت حاطه بس مشغله الشوايه، هقفل كده عشان حراره الفرن كمان ما تخليش الكيك ياخد لون اكتر من كده اهو، وهقفل خمس دقائق كمان وان شاء الله يطلع معانا. تعالوا بقى نعمل الكرات الحلوه دي. لو احنا هنقطع البلح هنقطعه بالسكينه كده قطع صغيره، فيبقى لازم في نسبه كده ايه السكر بتاعته يكون طري يعني لين، علشان الولاد يعرفوا ياكلوه ويستمتعوا بيه. بصوا كده التمر، بصوا جميل، هاخد منه شويه بسم الله اهي، وهاخد منه معلقه واحده من صغننه من الكاكاو الخام. وزي ما قلت لحضراتكم لو مش هحط الكاكاو الخام يبقى هستخدم الشوكولاته الخام واغلف بيها مع ايه، مع الفول السوداني ده اهو، شايفين؟ بس معلقه صغيره كده، رشه بسيطه
من الحبهان الباودر، كل ده مش هيتحس. وهنعمل كده كده، ده ما فيهاش اي اضافه تانية خالص، سواء معجون كده، شايفين ازاي؟ شايفين الجمال؟ وهنشوف كده الحبات بتاعتنا، ممكن ننزلها مره في السمسم مره في جوز الهند. هناخد الكبس دي ونشوف المقاس بس هيبقى قد ايه. حبه صغننين كده، تنزل في السمسم وحدات صغننه، تبقى جميله قوي للولاده، انا مبسوطه بيها الحقيقه جدا. ناخد كده طبق نقدم فيه، وممكن نعمل كمان من صوص الشوكولاته بالكاكاو الخام. نودي انا كنت بعتلك الشوكولاته اللي بالكاكاو الخام في الخلاط السريعه، قولي لي مقاديرها بسرعه عشان اقولها لاصدقائنا اللي لو عايزين يعملوها في الخلاط. بصوا كده اهو، هاخد ورقه من هنا هقدم فيها كده، ممكن يعني افكار كتير هحتاج، دول بس يتفرموا شويه حلوين، نكسرهم قوي يبقوا مجروشين حلو، مجروشين فيهم كده شويه حلوين. ممكن سوري ننزل شويه هنا في جوز الهند، بصوا نجرشهم شويه كده، ادي جوز الهند. بصوا الصوص اللي احنا ممكن نعمله في الخلاط، كوبايه لبن مع كوبايه سكر بودره مع كوبايه زيت نباتي ونص كوبايه كاكاو، دول اضربوهم كلهم في الخلاط هيعملوا لكم صوص شوكولاته رائع، تقدروا تعملوا بيه اي حاجه انتوا عاوزينها. اهو شايفين، هاخد كده وهنزل تاني في جوز الهند. شايفين ازاي؟ برضو من الحاجات الرائعة. دي كرات الطاقة اللطيفة جدا للولاد الصغيرين، تديهم طاقة لكون قبل التمرين رايحين، سناكس في النص، يعني رائعة مفيدة، حاجة طبيعية. وشايفين نقدمها لهم برضو بشكل لطيف مقبول. سمسم ده رائع، اعملوا بقى اي صوص. تعالوا كده نشوف، هنا ممكن نعمل بقى بصوص شوكولاته او صوص كراميل. خليني اشوف، هنا عندي صوص كراميل ممكن انزل منه شويه هنا. ممكن كده وحدات صغنونة كده كده. وناخد تاني ونكمل بقية الايه الكور بتاعتنا الحلوة دي. كده بصوا ناخد الفول السوداني اهو، جرش بصوا في الفول السوداني، ادي الحاجات الجميلة اهو بالفول السوداني. يعني نقدر نعمل لهم حاجات حلوة هيتبسطوا بيها قوي، والولاد بتشجع بعض دايما. بصوا خليهم بقى يشربوا عصاير طبيعية جميلة
برتقال مهم ساقع، نعمل لهم كده حاجات من الفواكه الطبيعيه تبقى رائعه علشان هم كمان يتبسطوا بيها ويستفيدوا منها. شايفين شكلهم جميل ازاي؟ هناخد كده ممكن في السمسم هنا، مش كلها، ممكن نعمل كده شكل وشكل. كبار كمان يحبوها. اوكي هنعمل برضو كيك سريع كده، مش عارفه اذا كان يعني في ناس بتحب تعمله على فكره على البوتاجاز كتير، ان شاء الله نلحق باذن الله. شويه كده مهمين نكمل الايه الشكل الجميل بتاعنا ده. الفول السوداني بقى لما بيتحمص في الفرن، عايزه اقول لحضراتكم من الحاجات اللي بتدي طعم يجنن، هتلاقوا ليه طعم كده مختلف. الله انا بحبه قوي اعمله في الفرن بصراحه، وبحب الفول السوداني الحقيقه، بس بخاف منه عشان بيتخن. عشان كده احنا عاملين كرات الطاقه للاولاد. وادي السمسم ما شاء الله. يلا وناخد اخر واحده، نعمل واحده جوز هند، ايه رايكم؟ عشان نبقى عملنا كل الحاجات اهي. يلا بينا ونبدا بقى نعمل كمان يعني الوصفه اللي احنا حابين نعملها، وصفه سريعه ولطيفه. يلا بينا. شايفين بقى في واحده في النص هنا، خليني احطها بالفول السوداني عشان استريح. طيب اهو غلفوها بقى، لو عاملين صوص الشوكولاته لو حضراتكم ده في الخلاط نزلوا فيه بقى شويه الفول السوداني دول وادعوا لي وغلفوها بيه وسقعوها شويه. يا نهار ابيض على الجمال، بسطوا بيها جدا. يلا بينا. خلصنا يا نودي اهو. يا رب الحمد لله، الحمد لله تمت بحمد الله اهو. يلا بينا كده خلاص نقفل بقى ده. طبعا في احجام كتير من الورق الخاص بالكب كيكس ده، هنشيل بقى دي. يلا بينا وناخد الايه الطبق القمر ده، كرات الطاقه البسيطه الجميله السامبل دي. حبايبي روحي نحط هنا، بالنسبه لكم مناسب يا ولاد؟ تسلم ايديكم حبايبي. يلا بينا نبدا بقى في وصفه سريعه ولطيفه قوي. لو عندنا شويه موز استووا عند حضراتكم حبايبي، تسلم ايديكم. حابين يعني تستفيدوا منهم مفيش مانع. تعالوا بقى نوريكم الكيك. امسك بالسبونج الثاني السيليكون. بسم الله بسم الله. شايفين الجمال؟ اوبا بسم الله. يا نهار ابيض على الجمال. خبر تهدى بس شويه. شفتوا بقى؟ الله بصوا بقى شايفين الجمال؟ الله 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 خبر. طيب احنا قدامنا قد ايه حبايب قلبي؟ لا ان شاء الله نعمل الحاجات الحلوه باذن الله. يلا بينا تعالوا نطلع استراحه، مش عايزه اقطع حضراتكم في الوصفه عشان ما اقطعهاش. هنطلع الاستراحه، نرجع بعد الاستراحه نستكمل مع بعض الوصفات، هنعمل كيك سريع على البوتاجاز بسيط، نشوف لو اتبقى عندنا شويه موز عايزين نستفيد منهم وطريوا عندنا نحطهم في الكيك نعملهم ازاي بشكل مختلف. وصفه جديده اتمنى تعجب حضراتكم بعد الاستراحه. حضراتكم مره تانية بعد الاستراحه. ده شكل الكيك اللي لسه مطلعينه حالا من الفرن قدام حضراتكم. شوفوا شكله جميل ازاي
ويعني ان شاء الله طعمه كمان يعجب حضرتك. وفكره ان احنا نخلط الجبنه القريش مع المكونات السائله كلها دي فكره جميله بتدي طعم للكيك كله الحقيقه. والقالب اهو قدام حضراتكم الحمد لله مش لازق ولا حاجه، احنا دهنناه زيت زيتون ودخلناه الفرن بالطريقه اللي حضراتكم شفتوها. ان شاء الله تجربوها، ريحتها جايبه اخر الدنيا. الزعتر عامل شغل عادي برده مع مكونات اللي احنا حطيناها. طبعا الكيك ده زي ما اتفقنا يحتفظ بيه في الثلاجه، وقت ما ناكل منه نشيله في الثلاجه عشان زيه زي اي حاجه ممكن تفسد في الصيف. طيب هنعمل كيك سريع اتفقنا عليه على البوتاجاز ازاي، هنشوف دلوقتي. عندي كيك الموز، عندي موزتين او ثلاثه على حسب ما حضراتكم تحبوا، على قد الطاسه دي هيطلع كيك كويس يعني كويس. عندي 2 موزه، 2 معلقه من الزبده، 2 معلقه من السكر، عندي بيضه واحده، عندي ربع كوبايه سكر ثانيه في خليط الكيك وممكن نستغنى عنها لو انتم مش عايزين نسبه سكر زياده، ربع كوبايه من الزيت، نص كوبايه من اللبن، فانيليا، كوبايه ونص من الدقيق، معلقتين كبار من الكاكاو الخام، معلقه بيكنج باودر، رشه الملح. دي مكونات لطيفه جدا وعايزه اقول فوائدها كتير برضو. تعالوا بقى نقدم الاول الكيك بتاعتنا دي، لان الكيكة الموز دي برضو مهمه جدا والموز كمان مهم. الموز فيه معادن كتير وبيقوي العظام وفيه نسبه بوتاسيوم عاليه، بينظم ضغط الدم بشكل كويس جدا، يعني بيحسن طبعا ضربات القلب وبيدي طاقه للجسم لانه فيه طاقه، فيه الياف وفيه فركتوز كمان، بينظم الدوره الدمويه وبيظبط جدا ضغط الدم. وخلينا نقول ان هو فيه نسبه عاليه من الميه، عشان كده يمكن الناس اللي عندها امساك بتاكل موز. طيب كمان هو مانع للانيميا، هو فيه فيتامين دي وفيتامين سي كمان وجي، هو مفيد قوي. يمكن يعني هو فيه طبعا مضادات للاكسده وكل حاجه، لكن هو عبقري الحقيقه الموز ده. عايزه اقول لكم بقى حاجه عن قشر الموز، مفيده لحضراتكم جدا. منين ما كنت اعمل ولادي موز، فاما اجي اقطع الموزه اعمل ايه؟ بعمل ماسك بقشر الموز. يعني ال القشره بتاعه الموز دي بتعالج الحبوب شويه وبتخلي البشره رائعه، يعني بيحارب التجاعيد لانه فيه كولاجين. بصوا هاخد كده قطعه، انا هوريكم بس ازاي هعمل، يعني لو قطعه صغيره انا مش هعمل كده بالظبط يعني، بس هاخدها كده وهعمل بشكل دائري كده على وشي كده 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 لمده 5 دقائق. لو استمريتوا عليه مش قادره اقول لكم، بيشيل رواسب البشره، وده لازم تكون على بشره نظيفه مغسوله ونظيف زي الميك اب ريموفر بالظبط. طيب بصوا كده هنقطع دول، فدي وبعدين مضاد فعلا بجد للشيخوخه، حقيقي بيفرق قوي لو استمرتوا عليه على طول واستخدمتوه هيبقى رائع بجد. بسم الله كده حتى لو مستويه مش مشكله، انا عايزه كده اهي. عايزه اقول لكم بقى ان اللي بيبقى مستوي ده كمان فوائده احسن واكتر. وبعدين بصوا بقى لو انتوا عايزين بديل للبيض، موزه زي دي تبقى بديله للبيض في اي كيك انتوا عاوزينه، تفاحيه بيوري، اي حاجه انتوا عايزينها خاصه ب بدائل للبيض هي الفاكهه البيوري او الفاكهه المسلوقه او المهروسه. هاخد كده معلقتين من السكر، مش عايزه كتير لان انا في الاخر السكر ده بيتكرمل، فمش عايزاه يغمق قوي لون الايه الموز بتاعي. تتكرمل بس كده، رص عليها الموزات دي اول مرحله. خلاص هاخد كده الموز، انا عايزه اقطع الموزه دي كده بالطول كده، خلاص. ودي كمان وهاخد دي كمان كده بالطول. بسم الله، بس عشان تاخد تملى القاع بتاع الايه البان او الطاسه اللي انا هشتغل فيها. هاخد من هنا زي ما حضراتكم شايفين كده اهو، خلاص. تعالوا بقى بصوا، بدا يدوب السكر، معلقتين بساط قوي. نسبه السكر اللي جوه الكيك ترجع لحضراتكم، كفايه في نسبه سكر كويسه في الموز. حطيت معلقتين صغيرين، معلقتين صغيرين من بتوع الشاي يعني، اهو بدا كده يدوب. خليني بقى عشان ايه امسكهم كويس احطهم
عايزين وش الموزه لتحت اوكي، عايزين ظهرها لتحت براحتكم اللي انتوا عايزينه. انا هحط وشها كده. شايفين ازاي؟ اهو. شايفين الريحة روعة. السكر بس مع الموز عامل كونتراست هايل. هاخد كده معلقتين من الزبدة. بس هسيبهم يسيحوا مع بعض. هي على النار كده. الريحه روعه. عايزه اقول لكم في موز كمان كنا بنعمله الاخضر ننزله في عجينه ويتقلي زي الفراوله. لما عملنا الفراوله كمان بتتقلي حاجات كده جميله اللي بيتحط عليها سكر بودره وقرفه او صوص شوكليت جميل. يلا بقى نبدا في مقادير الكيك العادي. كيك عادي خالص، هجيب بوله كده كبيره وابدا اجمع مع حضراتكم المكونات. بسم الله. اول حاجه البيضه، اتاكد تماما ان البيض تمام عشان الصيف انا بخاف منه قوي يعني، بس في البيض عشان الحر. طيب هحط بيضه بسم الله معاها الفانيليا، شويه سكر مش كتير. بصوا خلاص. وهاخد كده ويسك نقلب الخليط ده مع بعض. هنزل بالزيت اثناء الايه تقليب مستمر. خيط كده بسم الله. لحد ما يبقى زي المستحلب كده. وبعدين اصب اللبن شويه شويه. بسم الله. الريحه مش قادره اقول لكم على الجمال. عايز بقى يحط رشه قرفه هنا براحته، حاجه ترجع لكم برده. هنزل هنا بقى المكونات الجافه. عندي البيكنج باودر، رشه الملح، الكاكاو الخام. ده لو انا عايزاها كيك بالشوكولاته. عايزه اقول لكم بقى الكاكاو الخام احنا اتفقنا ان فيه مضادات للاكسده وبيقوي الدماغ وبيحمي الاعصاب، واحنا اتكلمنا على فوائده الكتير، وبيبقى احسن شوكولاته نستخدمها هي اللي فيها نسبه الكاكاو 70%. بيحسن تدفق الدم جدا في الياف، بتحسن الاوعيه الدمويه والجهاز الهضمي. عايزه اقول لكم رائع، حتى المضاد للاكتئاب يعني. بنعمل منه ماسكات على فكره، ماسكات الشوكولاته دي رائعه. تعالوا كده ايه ناخد سباتيلا بسم الله نقلب الخليط. هنهدي النار بقى، النار هاديه خالص. اللي عايز يعملها على حراره مثلا في بخار يعني حله فيها بخار او صينيه فيها بخار ونحط فيها بتاعه الكيك ممكن، وبرده بيتسوى على الحراره الجاف. شفتوا بقى الجمال؟ كيك سريع قوي لو حضراتكم عايزين تعملوه. طلع كيكه اي نعم مش هتطلع عاليه يعني بطريقه فظيعه، لكن هتطلع كيك حلو. في الموز هوريها لكم دلوقتي، هنستعرضها. بصوا عايز يحط شوكليت شيبس ممكن، رشة قرفة ممكن. اهو تعالوا بقى هنفرد. عندنا كيك كمان من الكيكات المحببة جدا، هنعمله دلوقتي مع بعض. بصوا بقى انا هديت النار خالص. بس شايفين ازاي؟ هنسيبها بقى تتغطى
على نار هاديه. هتطلع بالشكل اللي حضراتكم هتشوفوه، دي متساويه على البوتاجاز. هنا دي بس فيها نسبه سكر اكتر شويه في الكراميل، انا قللتها المره دي علشان حضراتكم تستمتعوا بيها. الكيك اللي بالموز اللي هي على يلا بينا. طيب نقطع حته كده من كيك الحادق. ماشي، بصوا كيك الحادق القمر ده. اوبا، خليني بس اقطع. سخنه بس ريحتها روعه. نقطع من هنا كمان حته كويسه. بسم الله، اهي شايفين بقى باللحمه المفرومه، الفلفل، الالوان، الحركات، الزعتر، يعني من الكيكات الجميله. وزي ما قلت لحضراتكم سقعوها دي في الثلاجه، اللي عايز يسخن مايكرويف يسخن، اللي عايز ياكلها يعني بدرجه حراره اوكي، بس عشان نحافظ ان فيها لحمه وفيها خضروات. وادي الكيك الثاني، لازم نغطي بقى على نار هاديه. انا هديت النار خالص. عملنا ايه النهارده؟ عملنا كيك الحادق اللي قدام حضراتكم اللي استعرضنا منه جزء وقطعنا منه حته دلوقتي، وهنقول مقاديره مره ثانيه. عندي كوبايه من الدقيق العادي، نص كوبايه من الدقيق الشوفان، ونقدر نخلط بين دقيق القمح ودقيق الشوفان. عندي اربع بيضات، وعندي نص كوبايه من الزيت، وعندي كوبايه من اللبن الرايب او الزبادي، عندي جبنه قريش، زعتر، سمسم، فلفل اخضر مفروم، وجبنه رومي، وزيتون مقطع، معلقه سكر، معلقه ملح، وعندي معلقه بيكنج باودر. دي المقادير. اخدت المقادير السايله كلها، اللبن والزيت والبيض والملح والفلفل والجبنه القريش وكل الحاجات الحلوه دي، ورحت ضربهم في الخلاط مع بعض، والمقادير قدام حضراتكم. بعد ما ضربتهم مع بعض بقى خليط سايل، خدت المكونات الجافه كلها خلطتها مع بعض، دقيق الشوفان ودقيق الابيض والزعتر، وحطيت عليهم كمان رشه الملح ومعلقه السكر والبيكنج باودر. قلبت كل الخليط ده مع بعضه، اضفت عليه الخليط السائل وقلبتهم. اي خضار انا عايزه اضيفه اديته تشويحه، لانه لو هو ني هيبقى سريع الفساد اكتر. لما بيتشوح او بيبقى مشوي بيدي طعم وبيعيش اكتر شويه كام يوم، والمفضل تبقى في الثلاجه. خلطت، انا كنت عامله خليط لحمه مفرومه كان باقي عندي مع شويه فلفل الوان والفلفل الاخضر الرومي، واضفته وقلبته بعد ما نشفت السوائل اللي فيه خالص، خليته خليط جاف، حطيته على خليط الكيك وقلبتهم كويس قوي. اخر حاجه ضفتها الزيتون ورشه الزعتر، ودخلتها في القالب، دهنته بزيت الزيتون، ورحت مدخلاه الفرن. اخذ حوالي 25 دقيقه، طلعت قدام حضراتكم قطعناها بالشكل ده. وعملنا كمان الكرات الطاقه اللي هي خاصه بالاطفال، لانه احنا محتاجين ندعمهم شويه الفتره دي في التمارين او حتى في الحياه العاديه. بلاش بقى الحاجات اللي هي ايه السويتس والحاجات اللي مش صحيه. فلو عندنا تمر او بلح، والبلح طبعا اتكلمنا عن فوائده، عملنا كرات الطاقه بالسمسم اللي هو يعني مخزن كالسيوم، غلفناها بيه، غلفناها بالفول السوداني، حطينا معاها شويه معلقه من الكاكاو الخام، حطينا جوز هند. قدرنا كمان ان احنا ممكن نغلفها بالشوكولاته الخام، وطبعا تستفيدوا باي نوع من التمر. ويفضل لو انتم مش عايزين تعجنوها كمعجون، خلوها التمر الطري متقطع بالسكينه ويتكور، وهيبقوا حاسين بيه وهيستمتعوا بيه جدا. دي كرات الطاقه. عملنا كمان الكيك السهل اللي احنا اتكلمنا عنه النهارده، هديت النار وعملت الكيك على البوتاجاز. بواقي من الموز، كيكه الموز، قطعت الموز بالعرض يعني بطوله كده، وخدت الشرايح حوالي 3 موزات حطيتهم في الطاسه بعد ما عملت كراميل حوالي معلقه سكر واحده، اديت بس يعني تدي طعم، ومعلقه زبده. وحطيت الموز، الدريحه كده وطعم خدوا ودوا مع بعض. وبعدين عملت خليط كيك عادي خالص بالكاكاو، اضفت المواد السايله وقلبتهم كلهم مع بعض، وبعدين اضفت كل المكونات الجافه مع بعض وقلبت كويس قوي. اللي عايز يضيف شوكليت شيبس يضيف، يعني ايه زي ما قطع شوكولاته تمام. سويتها على البوتاجاز، بس لازم تبقى نار هاديه عشان ما تتلسعش مني وتطلع بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. دي كانت وصفات حلقه النهارده، اتمنى يا رب ان هي يعني تنول اعجاب حضراتكم، واتمنى ان انا اكون قدمت الوصفات اللي طلبت مني وانا مع حضراتكم. يعني دايما اللي انتم عاوزينه من عيوني الاثنين ابعتوا لي على الصفحه الشخصيه شيف عظيمه حمدي العربي، كل حاجه تشوفوها ان شاء الله من خلال برنامجنا مهارات عظيمه. كل اسئله حضراتكم الخاصه بالفقره الطبيه والفقرات الطبيه بتنزل معانا دكاتره متخصصين وناس محترمه جدا. كل اسئله حضراتكم احنا من عينينا وهنجاوب عليها من خلال الفقره الطبيه معانا يوميا. ننتقل بقى دلوقتي اسمحوا لنا الى استراحه عشان نستقبل الفقره الطبيه الفقره اللي جايه في انتظار حضراتكم.